المنصات الاجتماعية. مع درس اليوم: الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية. أعزائي الطلاب، أولا نبدأ بالدولة الطولونية. الدولة الطولونية تنسب إلى مؤسسها أحمد ابن طولون، وهو تركي الأصل، ولكن نشأ في مدينة بغداد وتعلم بها. إذن فأحمد ابن طولون هو تركي الأصل، لكن نشأ في مدينة بغداد وتعلم بها، ثم انتقل إلى مصر ليحكم نيابة عن بايكباك التركي. وبعد وفاة بايكباك التركي أصبح أحمد ابن طولون وليا على مصر، وأسس الدولة الطولونية. نذكر أهم أعمال أحمد ابن طولون في مصر. أولا، كون جيشا قويا ومدربا، وأنشأ مدينة القطائع، وجعل لكل طائفة من أتباعه قطيعة تقيم فيها. إذن سؤال ممكن يجن هنا: بما تفسر سميت مدينة التي أنشأها أحمد بن طولون بمدينة القطائع؟ هنقول لأنه جعل لكل طائفة من أتباعه قطيعة تقيم فيها. بنى مسجده المشهور والموجود حتى الآن، وهو المعروف مسجد أحمد بن طولون. عمل أحمد بن طولون على نشر العدل ومساعدة الفقراء بالأموال والصدقات. سؤال هنا ممكن يجينا صح وغلط: كان أحمد بن طولون شخصا ظالما؟ الإجابة طبعا خاطئة، لأنه عمل على نشر العدل وبالطبع ساعد الفقراء بالأموال والصدقات. أحمد بن طولون كمان اهتم بالزراعة. اهتم بالزراعة ازاي؟ أقام الجسور وحفر الترع، وطبعا زي ما احنا عارفين حفر الترع والقنوات. شيد البيمارستان. ايه البيمارستان ده؟ ده المفروض ان هو دار للعلاج، حاجة كده زي المفروض مستشفى، وده طبعا العلاج فيها كان بالمجان. يبقى أعمال أحمد بن طولون: كون جيشا قويا مدربا، أنشأ مدينة القطائع، وبنى مسجده المشهور، عمل على نشر العدل ومساعدة الفقراء بالأموال والصدقات، اهتم بالزراعة، وعنى بإقامة الجسور وحفر الترع والقنوات، شيد البيمارستان وجعل فيها العلاج بالمجان. هنتكلم بقى يا شباب عن حدود الدولة الطولونية. الدولة الطولونية في عهد أحمد بن طولون امتدت من بلاد الحجاز شرقا إلى إقليم برقة غربا، وامتدت من بلاد الشام شمالا إلى بلاد النوبة جنوبا. وزي ما احنا شايفين على الخريطة اهي، امتدت من بلاد الحجاز شرقا إلى بلاد إقليم برقة غربا، وامتدت من بلاد الشام شمالا إلى بلاد النوبة جنوبا، ودي كانت حدود الدولة الطولونية. ده بالنسبة للدولة الطولونية. ثانيا بنتكلم عن الدولة الإخشيدية، ودي دولة تنسب إلى محمد ابن طغرق الإخشيد. يبقى الدولة الإخشيدية بتنسب إلى محمد ابن طغرق الإخشيد، والدولة الطولونية كانت بتنسب إلى أحمد ابن طولون. وزي ما خدنا أن أحمد ابن طولون كان تركي الأصل، برضو محمد ابن طغرق الإخشيد وهو مؤسس الدولة الإخشيدية ده برضو تركي الأصل. وطبعا وصل لي الحكم بتاع مصر ازاي؟ اظهر شجاعته في صد هجمات الدولة الفاطمية. كان في دولة فاطمية بدأت خلاص، دولة ظهرت باسم الدولة الفاطمية، ودي كانت بتحاول تستولى على مصر. محمد ابن طغرق الإخشيد تصدى ليهم واظهر شجاعة في صد هجماتهم، فولاه الخليفة العباسي ولاية مصر، ومنحه لقب الإخشيد. والإخشيد ده لقب معناه الملك. يبقى كده عرفنا ان زي محمد بن طولون من اصل تركي، محمد بن طولون الإخشيد من اصل تركي، واحمد بن طولون وصل للحكم بعد وفاة بايكباك التركي، ومحمد بن طولون الإخشيد وصل للحكم نتيجة لانه اظهر شجاعته في صد هجمات الدولة الفاطمية فولاه الخليفة العباسي. تمام، اتكلمنا عن اعمال احمد بن طولون، وهنتكلم دلوقتي عن اهم اعمال محمد بن طغرق الاخشيد في مصر.
محمد بن طاهر الإرشيد أعاد الأمن والنظام للبلاد. طبعا البلاد كانت في حالة من الفوضى نتيجة للهجمات طبعا بتاعت الدولة الفاطمية، فهو أعاد الأمن والنظام للبلاد، قوى مركزه في مصر والشام والحجاز، وبكده عشان يكون له الإشراف على الحرمين الشريفين اللي هما المسجد الحرام والمسجد النبوي. يبقى هو أول حاجة أعاد الأمن والنظام، قوى مركزه في مصر والشام والحجاز. ليه قوى مركزه في مصر والشام والحجاز؟ عشان يكون ليه الإشراف على الحرمين الشريفين. حمى البلاد من الأخطار الخارجية زي ما احنا السائلين تصدى لأخطار الدولة الفاطمية وغيرها. كان دايما حريص على الاحتفالات بالأعياد الإسلامية والمسيحية، زي مثلا عيد الغطاس، ده من الأعياد المسيحية. يبقى احنا كده سريعا تاني نقول اللي احنا قلناه، الدولة الطولونية تنسب إلى أحمد بن طولون وهو تركي الأصل ونشأ في بغداد. يبقى احنا نفرق بين في سؤال أكمل من أحمد بن طولون هو نقط الأصل هنكتب تركي، لكن نشأ فين؟ نشأ في بغداد وتعلم فيها، انتقل لمصر عشان يحكم نيابة عن شخص كان اسمه بايكباك التركي، ده كان والي هنا في مصر، ولما توفي بايكباك التركي ده أصبح أحمد بن طولون وليا على مصر وأسس بقى الدولة الطولونية. أعماله زي ما قلنا قبل كده، كون الجيش قوي، أنشأ مدينة القطائع، بنى مسجده المشهور، نشر العدل ومساعد الفقراء بالأموال، واهتم بالزراعة وشيد البيمارستان. وزي ما اتكلمنا عن محمد بن طارق برضه هو تركي الأصل، تولى الحكم نتيجة لإظهار شجاعته في صد هجمات الدولة الفاطمية، ولقب بالإخشيد، وأعماله زي ما احنا قلنا أعاد الأمن والنظام، قوى مركزه في مصر والشام والحجاز ليكون له الإشراف على الحرمين الشريفين، حمى البلاد من الأخطار الخارجية، حرص على الاحتفال بالأعياد. ممكن يجي لنا بقى يا شباب دلوقتي سؤال مثلا بما تفسر، أنشأ أحمد بن طولون البيمارستان، نفكر كده مع بعض، ليه أحمد بن طولون أنشأ البيمارستان؟ زي ما احنا قلنا بيمارستان دي دار العلاج، برافو، لعلاج المرضى ورعايتهم بالمجان. طيب السؤال الثاني، تسمية مدينة القطائع بهذا الاسم، فكروا كده السؤال ده احنا لسه شارحينه. تمام بالظبط كده، لأن أحمد بن طولون جعل لكل طائفة من أتباعه قطيعة تقيم فيها. السؤال مثلا الثالث، بسط محمد بن طارق الإخشيد نفوذه على بلاد الشام، ليه محمد بن طارق بلاد الحجاز، ليه محمد بن طارق بسط نفوذه على بلاد الحجاز؟ بالظبط، ليكون له الإشراف على الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. تولية الخليفة العباسي حكم مصر لمحمد بن طارق الإخشيد، بالظبط كده، بسبب شجاعته في صد هجمات الدولة الفاطمية. مع أطيب التمنيات بالنجاح والتفوق،